كابتن ايمن الرمادي المدير الفني لنادي اسوان. مساء الانوار يا ابو كباتن. مساء النور يا كابتن مدحت، ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه، وهارد لك النهارده، هارد لك النهارده. الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. يعني اختلف اداء اسوان ما بين الشوط الاول والشوط الثاني، ايه سبب التراجع في الشوط الاول ثم التماسك في الشوط الثاني يا كابتن ايمن؟ والله يا كابتن لو انت لو حضرتك راجع كده، يعني لو بصيت على المباراه هتلاقي هو التراجع حصل في 12 دقيقه بالظبط، من الدقيقه 34 للدقيقه 46 اللي هو في الوقت الضايع بالظبط. ال 12 دقيقه جه فيها ثلاث اجوان بشكل غريب جدا جدا، يعني ما كانت الامور متماسكه جدا وكنا بنلعب بالانديه، لكن حصل عارف حضرتك غفله غريبه جدا وتراجع كان ما كانش كويس ابدا. تراجع كمان في حتى في مستوى الضغط، بدانا نضغط من على ال 18 بتاعنا في وقت ما كانش ينفع فيه ابدا، يعني الكره بيبقى فيها شويه برضه اقدار، يعني انا عندي الوقت اللي خرج فيه تستلو المدافع مصاب ده الوقت اللي جه فيه الجون الاولاني. نعم. وانا الحقيقه كان وقت حساس جدا، ما كنتش احب ان هو يخرج ابدا في التوقيت ده. خروج للعلاج يعني. ايوه طبعا. انت عارف طبيعه المدافع بالذات المفروض ان هو في المواقف اللي هي لكن طبعا نحتاج شويه لمزيد من الخبره في الجزئيات دي. لان الجزئيات دي بتحسم مباريات يعني. ايوه طبعا طبعا. طيب الحقيقه خرج كاستيلو في الدقيقه 33 استقبلنا هدف في الدقيقه 34. صحيح. من نفس المكان اللي هو بتاع المدافع كاستيلو. لان طبعا رافائيل رجع مكانه، لان وقت العلاج بيبقى وقت صعب، لكن طبعا دي مش مبررات. الحقيقه اللي هي لازم نقر بيها ان انا النهارده اتحمل مسؤوليه كامله، لان انا المسؤول طبعا عن الفريق، اللعيبه أدوا بكفاح وكافحوا الشوط الثاني والحقيقه تمسكوا تمسك كبير جدا، لكن كنا برضو في ظروف بتحصل غريبه، احنا برضو النتيجه 2-0 كنا ممكن نرجع للمباراه بضربه الجزاء ضاعت بالظبط، ودي تقريبا قضت على المباراه يعني. يعني انت عملت تغييرين مبكرين في مطلع الشوط الثاني، حمودي ومصطفى عبد الرسول، كان وجهه صحيح. نظرك ايه في التغييرين دول يا كابتن؟ الحقيقه شوف انت عارف كابتن احنا بنختار دايما سيناريو ممكن نوفق فيه او ما نوفقش فيه. انا كان كل همي ان احنا عشان نرجع للمباراة الاول ما نستقبلش هدف الاول ونتمسك دفاعيا، وبعدين لو جبنا جون ممكن العملية تقترب شوية يعني. ايوه. فالحقيقة تغيير عبد الرسول لان انا كنت شايف حالة رافائيل خايف معانا شوية. وتغيير حمودي لان هو بيدي برضو امتلاك كويس، لكن يعني عملنا جزء كويس اللي هو الجزء ان احنا حافظنا ما اخترقناش خالص، لكن الجزء الهجومي برضو شوية كان في شوية قصور يعني. الماتش اللي فات يا كابتن كان برضو اسوان غير موفق، كانت 2-0 مش كده برضو؟ صحيح. احنا اخر ثلاث مباريات الحقيقه خدنا فيهم ثلاث نقاط، كان منهم ماتشين بره وماتش في ملعبنا. النسبه دي احنا كنا ماشيين بمعدل احسن من كده شويه. صحيح. اتمنى ان احنا نرجع تاني، لكن يعني الحقيقه الفراغ اللي حصل شويه يحتاج لشويه وقت صغيرين عشان نرجع نحافظ في المجموعه الجديده، لان انت عارف دخل علينا ناس جداد وطلع بالحاج، فالامور شويه تحتاج لاعاده هيكله شويه. فرق بالحاج معاك يا كابتن يعني رحيله؟ شوف بالحاج من اللعيبه المتميزين جدا اللي هو كان بيعمل جماعيه في الاداء، لكن فرقتنا لعبت مباريات من غير بالحاج وكانت متميزه جدا. احنا الخلل اللي حصل ان احنا اتعودنا على ستايل لعب معين مش قادرين، يعني محتاجين ان احنا نرجع له، لكن عايزين شويه وقت، وخصوصا ان الصفقات اللي جات لنا كلها بقى لها فتره طويله جدا كبيره جدا ما بيلعبوش. ايوه. فمحتاجين شويه مزيدا من المباريات، الحاجات اللي احنا جبناها في يناير اغلب اللعيبه ما كانتش بتلعب في الفتره السابقه يعني. النهارده احنا ما شفناش كامونيه، هو مهاجم رائع وعنده اصابه او مصاب.
كامونيه الحقيقه اصيب في مباراه الجيش الوديه وده على فكره يعني احزنني كثيرا جدا. اصابه يعني ان شاء الله باذن الله اتمنى ان هو يرجع بسرعه لان احنا من غير عمق هجومي برضه بنلاقي شويه خلل. فكامونيه الحقيقه من اللعيبه اللي بتفرق كتير. يعني رايك في اداء النادي الاهلي، مين كان ابرز اللعيبه النهارده من وجهه نظرك يا كابتن؟ حسين الشحات كان متميز جدا. محمد عبد المنعم كالعادة. لكن الحقيقة كمان النادي الأهلي لعب بشراسة شوية يعني وهو محق في كده. لكن لو انت اتفرجت على الثلاثين دقيقة الأولى والشوط الثاني العملية فيها ندية يعني التفوق حصل، ودي سمات الفرق يعني الكبيرة زي الأهلي والزمالك والفرق دي. أي. التفوق حصل في الوقت اللي بيتفوقوا فيه بيعرفوا يحسموا فيه المباراة، وده أكتر حاجة محزنان إن إحنا لازم في الوقت اللي يحصل تفوق للمنافس لازم نتماسك بصورة أكبر من كده. صحيح. لا وأنت الشوط الثاني كمان الحقيقة عملت شوط ممتاز يعني بخلاف الشوط الأول بالنسبة لأداء النادي الأهلي وهجومه على أسوان، الوضع اختلف في الشوط الثاني. انا كابتن مدحت حتى اول 25 دقيقه ما كانوش يعني كنا احنا كانت العمليه فيها نديه يمكن كانت 50-50. فعلا ال 13-14 دقيقه دي هي اللي حصل فيها التفوق، وانا اعتقد ان محتاجين ان احنا فعلا نراجع الموضوع لان حصل تراجع كبير جدا. احنا كان بيميزنا ان احنا بنعرف نضغط من قدام كويس. كان حصل خلل في الجزء ده وتراجعنا ودفعنا من على ال 18، ودي مع الفرق الكبيره ما تنفعش ابدا ابدا. صحيح. الماتش جاي عندك مين يا كابتن؟ والحقيقه انا عندي مجموعه مباريات ورا بعض كده يا كابتن، امسك المحله في المحله وبعدين فيوتشر وبعدين فاركو في فاركو، فالعمليه برضو محتاجه شويه ترتيب يعني. لا ان شاء الله. الصوره المضيئه النهارده برضو من خلالك لازم اوجه شكر للجماهير اسوان العظيمه الحقيقه. حاجه عظيمه. انا عايز اقول لحضرتك يا كابتن مدحت احنا في الملعب كنا فخورين بالجمهور بتاع اسوان لان هم بعد المباراه شجعوا الفرقه لاعب. برافو. والحقيقه رغم ان الهزيمه قاسيه ونتيجه 3-0 لكن انا سعيد جدا جدا بجمهور اسوان اللي فعلا ما تخلاش لحظه حتى بعد المباراه نادى على لاعب. جميل. انا سعيد جدا بيهم، كان العدد مفرح جدا قوي وكانت الروح كويسه قوي 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 يعني. انا بحييهم من خلالك يا كابتن وبتمنى لك دوما كل التوفيق يا كابتن ايمن. اشكرك جدا يا كابتن مدحت. اشكرك شكرا جزيلا.